السبوسي. نتواصل المشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام مع مسارات هذه الفتره الصباحيه المخصصه لفئه سن الاذاع وسن الامتاع على ارضيه هذا الميدان. 5 كيلومترات مشاهدينا الكرام هي المسافه التي يتنافس عليها كل مشاهدينا الكرام متابعينا الى فاضل شوطنا مشاهدينا الكرام الـ11 الخاص بالجعدان الاذاعه المحليات الاصايل لابناء القبائل. نتابع هذا المسار ونتابع هذه اللحظات المميزه والجميله. أول المراكز واللي ياتي على مقدمة هذا الشوط هذا مصيحان من ياتي على المقدمة والصدارة خليفة بن محمد بن عبد الله بن يميع السبوسي ياتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني شكلان على المركز الثاني لعبد الله بن ثاني بالكديدة الفلاسي، وفي المركز الثالث على ثالث المراكز هذا هملول عبيد بن يمعة بن عبيد الكبالي على المركز الثالث. أما في المركز الرابع يعود به الحذر محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري في المركز الرابع، وعلى المركز الخامس يعود به مشاهدينا الكرام هذا الحذر لعلي بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري، وفي المركز السادس إذا نتابع المركز السادس وهناك عباب منصور بن صالح بن علي الحميري اللي يحتل المركز السادس. والمركز السابع هذا مشاهدينا الكرام شاهين سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي. والمركز الثامن نتابع المركز الثامن مشاهدينا الكرام، وايضا هناك الاسد سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي المركز التاسع. ايضا هناك منومس لسعيد بن عمير بن عبيد بالكديد الفلاسي، والمركز العاشر على عاشر المراكز هذا معزم لهزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي. هذه مراكزنا الاولى مشاهدينا متابعينا الكرام والاثاره المتواصله مع شوط المحليات الى صايل شوطنا الـ11 في مجموع الاشواط يسير بهذه الاسماء وبهذه الشعارات المميزه والعملاقه. نعود الى الصداره، نعود الى المركز الاول، والعود احمد من خلال هذه اللحظه الجميله. مصيحان لا زال يقود الصداره خليفه بن محمد بن عبد الله بن يميع السبوسي على المركز الاول، المركز الثاني والتحدي الجميل من قبل هذا شكلان لعبد الله بن ثاني بكديده الفلاسي محتل المركز الثاني، والمركز الثالث هناك تحدي هنا متواصل من قبل هذا الشعار الجميل على المركز الثالث يعود به الحذر، الحذر وهملول، هملول عبيد بن يمعه بن عبيد الكبالي في المركز الثالث. المركز الرابع شعار الحميري من مدينة العين، يا سلام عباب منصور بن صالح بن علي الحميري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس يتواصل فيه هذا الحذر سعيد محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري في المركز الخامس من الغربية. المركز السادس نتابع هذا المسار، هذا شمطير سعيد بن صغير بن علي بن يزرب بن عامري من يحتل المركز السادس وياتي بهذا الاسم المميز على المركز السادس. المركز السابع هذا الاسد واقوى مفترسات الغابه سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يتواصل في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل. المركز الثامن نتابع المركز الثامن واللي غادب هناك هداد سلطان بن علي بن سلطان بن سالم الاكتبي في المركز السابع. المركز الثامن اللي بدأ يتدخل شعار بن سالم بن سالمين بن سالم الشامسي، والمركز التاسع دعوني مشاهدينا الكرام نتابع شعار سعيد بن سيب الجديدة الفلاسي على المركز الثامن او المركز التاسع والعاشر. العاشر بعيد عنا شوي مشاهدينا الكرام، بنكتفي بهذا القدر وبهذه المنافسه المميزه في هذا الشوط. عودتنا الى الصداره، هناك تغيير على المركز الاول اللي خذ الصداره وخذ ايضا بساط المقدمه من خلال هذه اللحظات الجميله. هناك الحذر، الحذر بدا يتحذر من كل المشاركين.
علي بن محمد بن سلوم الخاطري بدأ يغير موازين هذا الشوط مشاهدينا الكرام على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني بدأ الهجوم، يا سلام بدأ الهجوم، شعار الحميري هنا يتدخل في هذه اللحظات عباب، يا سلام منصور بن صالح بن علي الحميري في المركز الثالث والمركز نعم المركز الثاني، ثالث المراكز من جميع يتواصل في هذا الشوط وفي هذا المسار. بصيحان خليفة بن محمد بن عبد الله بن جميع السبوسي والمركز الرابع يتواصل فيه هذا الشمطير سعيد بالصغير بن علي بن يزرب العامري من يحتل المركز الرابع. وبدأ الزحف مشاهدينا الكرام، بدأت الأوامر تصدر والأسماء هنا تتغدى من الكادر الإعلامي. والمركز الخامس، المركز الخامس 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 هذا مشاهدينا الكرام شكلان عبد الله بن ثاني بكديدة الفلاسي مع شكلان. المركز السادس هذا شعار بن ثامر المنصوري يتواصل مع هملول في هذا الشوط محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري. والمركز السابع ايضا دخول من هداد سلطان بن علي بن سالم الاكتبي في المركز السابع. المركز الثامن انطلاقنا جميل مع الاسد سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، يا سلام في هذا الشوط. وشوف أشوف ما تبقى عن خط النهاية، الناموس يبعد 1200 متر مشاهدي الكرام، 1200 متر هو اللي يفصلنا عن خط النهاية وعن التتويج. والناموس المركز الأول والصدارة لا تزال مع هملول على الصدارة. عبيد بن يمع بن عبيد الكيبالي مشاهدينا الكرام هنا مع الألف متر عبيد محمد بن سلومة اللي يسيطر بكل السيطرة الكاملة والواضحة والفعالة على المركز الأول. المركز الثاني يا سلام هناك عباد منصور بن صالح بن علي الحميري في المركز الثاني إلى الفوعة من خلال المشاركة. والمركز الثالث أيضا يتواصل فيه شمطير سعيد بصغير بن علي بن يزرب العامري. والمركز الرابع يا سلام هذا بن ميرين وصل مشاهدينا الكرام مع هذه اللحظات هداد سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس هذا سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. ولكن اشوف الصدارة وين الى العين الى مدينة الخضرة والجمال والى ابو سمرة. ولكن بن يزرب العامري يا سلام شمطير مشاهدينا الكرام اللي خطف الصدارة خذ المركز الاول في اللحظات الاخيرة. سعيد بصغير بن يزرب العامري غير على المركز الاول، روح الى يا سلام الى صانع العين إلى مدينة الخضرة والجمال وإلى وين؟ إلى الفوعة وإلى زاخر. تحياتي وسلامي لهذا الشعار، هذا الحلال الطيب، هذا المال المبروك الذي يغل السلام وشعار سعيد بالصغير بن يزرب العامري. لحظات الوصول شمطير منازف منازف منازف، يا سلام تهانينا مشاهدينا الكرام لسعيد بالصغير بن يزرب العامري وإلى منازف بالتحديد. صباح الخير بنقول لكم يا المنازف على هذه المشاركة المميزة. المركز الثاني وصل فيه بن ميرين سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين. والمركز الثالث منصور بن صالح بن علي الحميري. المركز الرابع